باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. يا يسوع الطفل الإلهي، طفل براغ، يا أيها المحبوب يسوع، أنت الذي قلت بمحبة: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ارحمنا الآن ومن خلال شفاعة أمنا مريم، وبتواضع أطلب منك أن تمنحني النعمة التي أحتاج إليها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الطفل الإلهي، يا يسوع المحبوب الذي علمت برحمة التالي: إذا استطعت الإيمان، كل الأشياء ممكنة للذي يؤمن. اشفق علينا الآن، إني مؤمن، ساعدني، زد إيماني الضعيف، ومن خلال شفاعة مريم العذراء إني بتواضع أطلب أن تستجيب لطلبي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
أيها الطفل الإلهي، أيها المحبوب يسوع. الذي قلت برفق للرسل، إذا كان عندكم إيمانا مثل حبة الخردل، ستقولون إلى شجرة التوت: اقتلعي وانزرعي في البحر، وستعطيكم. اسمع يا يسوع صلاتي المتوسلة، أنا أتضرع إليك باتضاع بشفاعة السيدة العذراء القديسة. أنا متأكد بأن صلاتي سيستجاب لها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي الساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.